بلد يشق طريقه نحو مستقبل تنموي واعد. كانت الخطوط المنجمية للسكة الحديدية رابطاً حيوياً وشرياناً للاقتصاد، ذلك لأهميتها في استغلال الثروة المنجمية في الجزائر، حيث أعيد تحويلها إلى مشاريع متطلعة نحو التحديث والإنجاز ضمن البرنامج الوطني لتحديث وتطوير خارطة السكك الحديدية. يبرز أول خط للسكة الحديدية المنجمية من الشرق الجزائري، يربط ولاية عناب من الشمال الشرقي بالمنطقة المسماة جبل العنق على مسافة قدرت ب 388 كيلومتر، كما يعد همزة وصل بين المنشآت المنجمية المتواجدة بالمنطقة، إذ يشتمل الخط على جهتين، الأولى حددت من جبل العنق إلى منطقة بلاد الهضبة لاستخراج الفوسفات، أما الجهة الثانية فحددت في منطقة ونزة ومنطقة بخضرة لاستخراج الحديد. وبغرض التحكم في وتيرة الأشغال المتواجدة على هذا الخط وتطويره وتحديثه، سطرت وكالتنا برنامجاً ضخم شمل عدة مراحل، هي إنهاء الأشغال التي هي قيد الإنجاز، تجهيز الخط بأنظمة الإشارات، كهربة الخط في بعض المقاطع، وأخيراً تثنية الخط المنجمي بين عنابة وجبل العنق. ومن أجل السيطرة والتحكم الشامل في سيرورة الإنجاز، سطرت وكالتنا جدولاً زمنياً لبرنامج الإنجاز يبدأ من سنة 2016 لينتهي سنة 2019 وهو على مراحل. من المرتقب أن تكون موعداً لإنهاء أشغال التحديث والربط وكذا الانتهاء من كهربة خط السكة الحديدية على مستوى ولاية عنابة. ومع الانتهاء من هذه المرحلة سيسمح الخط بنقل 1,000,000 طن من الفوسفات ومليون ونصف مليون طن من الحديد الخام سنوياً. ومن المرتقب أن يتم فيها انتهاء من ازدواجية خط السكة الرابط بين وادي الكبريت وجبل العنق، وكذا عصرنة وتجهيزه بأنظمة الإشارة والاتصالات من عنابة إلى تبسة، وكذا كهربة مقطع بوشقوف الدرعان وغيرها من الأعمال. والفائدة المنتظرة بعد الانتهاء من هذه الأشغال تتمثل في نقل 10,000,000 طن من الفوسفات و3,000,000 طن من الحديد الخام سنوياً، كذا ازدواجية خط بوشقوف وادي الكبريت، وهذه الأخيرة ستسمح بنقل 20,000,000 طن فوسفات و3,500,000 طن من الحديد الخام سنوياً. وبدخول مركب كل من وادي الكبريت والعوينات عملية الإنتاج، سيسمح بنقل 22,31 مليون طن من الفوسفات ومشتقاته و3,500,000 طن من الحديد الخام سنوياً. هذا وأسندت مهام إنجاز تثنية خط عنابة وجبل العنق لمجمع شركات تترأسهم شركة كوسيدار، التي بدأت بوضع التجهيزات وقواعد الحياة لانطلاق الأشغال. مشروعنا من المرتقب أن يلعب دوراً فعالاً في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وكذا الاجتماعية من خلال ما تعود به هذه الخطوط المنجمية بالفائدة. غير أن نقل الفوسفات المخصب من بلاد الحتبة إلى موقع واد كبريت تعطل لعدم وجود ازدواجية خط السكك الحديدية، بالرغم من أن المصنع يعد الأكبر إفريقيا من ناحية الإنتاج. هذا المنجم اللي راح يمكننا من الاستغلال لعشرات السنوات وربما تمتد إلى أكثر من 70 سنة حسب المعلومات الأولية اللي عندي، فلهذا الأهمية الأولى يدخل في إطار ازدواجية الخط المنجمي. تم انطلاق الأشغال في الجزء الجانبي المنجمية في ظل استراتيجية الجمهورية الجديدة قصد تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.